فكك من العقد والكلاكيع اللي جواك. الحياة مش واحد زائد واحد يساوي اتنين، ده موجود في الكتب عندكم. الحياة عبارة عن واحد بيحب واحد يبقى هما الاتنين واحد. حب من قلبك، حب من هنا. مش ممكن هتقدر تحس بالسعادة واللي حواليك تعساء. مفيش مشكلة يا زهر، أنا كلمت الليموزين، هنطلع من هنا على الساعة 7 الصبح، هنوصل المطار على 8، 8 ونص، وإن شاء الله تلحقي تقعدي معاهم ساعة. وحشوني أوي يا ماما، ربنا يجيبهم لك بالسلامة يا حبيبتي، معلش. أيوه يا سيف، بقول لك إيه؟ تعرف حد في المطار؟ أصل ياسمين يوسف مسافرين بكرة مع باباهم الإمارات، وإحنا رايحين نودعهم. لأ، عايزين نخش لغاية الطيارة جوه. أمال بتقولي مسيطر في المطار، طيب على الأقل زهرة تخش معاهم لحد جوه. ماشي، باي باي. خلاص سيف هرتبك ان انت تخشي لغايه جوه واحنا نبقى نستناكي بره. يوسف وياسمين قاعدين معانا، مش هسافروا مع باباها. ايه اللي انت بتقوله ده يا بابا؟ تعالوا يلا ادخلوا. يا بهجت يا جامد، هيجيبها الرجاله. عملت ايه معايا يا بهجت؟ اديته 150 جنيه وخدتهم وانا ماشي. 150 جنيه بتوع ايه؟ بتوع الكشف. كشف ايه؟ يوهو، اطلع منها انت عايش، اعملي معروف. زهره، جوزك طلع راجل محترم ورجع لك الولاد، انت كمان لازم تبقى ست محترم وتاخدي ولادك الصبح على المطار وتودعيه. حصل يا باشا، وجايب 5 ليموزين يجوا ياخدونا. 5 ليموزين ليه؟ ما احنا كلنا كنا طالعين المطار عشان يوسف وياسمين. لا لا لا، زهرة بس هي اللي تطلع ومعها اولادها. كل يوم اشوفكم على سكايب، خلي بالكم من بعض. والله متشكر قوي. انا اللي متشكره قوي، ما قدرناش نستنى نجي لك المطار بقى، فقلنا نيجي هنا على طول. خلي بالك من نفسك. وانت كمان طمنا عليك. انا مش عايزك تزعلي مني يا زهره. انت هتقعد قد ايه؟ أنا العقد عامله بسنة بس قابل للتجديد، بس أنا مش ناوي أجدد. أوكي؟ مجددش بقى. بجد؟ أنا ممكن ألغي السفرية خالص لو أنت عايزة. لا 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 لا، أنا عارفة إن السفرية دي مهمة أوي عشان مستقبلك. أنتوا مستقبلي، قصدي يعني الولد. أنا ممكن أطلب منك طلب؟ اتفضل. ممكن تسمحي لي يعني أبعت لهم فلوس كل شهر عشان مصاريف المدرسة وكده؟ أوكي، نشوف. يلا يلا الطيارة بقى هتمشي. روح وترجع بالسلامة. الله يسلمك. مع السلامة يا صاحبي. البلاغي هي عزوز، هي أهم حاجة في اللغة العربية. هي اللي بتحسسك بجمال اللغة، وتخليك لما تتكلم الناس تحترمك وتحب كلامك. واختيارك لللفظ اللي بتقوله زي ما قلت لك في الحصة اللي فاتت هو اللي بيعبر عن شخصيتك في ورقة الامتحان. انت مبرق لي كده ليه يا عزوز؟ انت هتاكلني ولا ايه؟ لا انا مركز، مش هما بيركزوا كده؟ تقوم تبرق لي كده؟ طيب ركز يا اخويا من غير ما تبرق، وبعدين انا ما اقدرش اكمل الدرس مع واحد قاعد مبرق لي كده زي الحنش. حاضر حاضر يا استاذ. هتجي لك القطع في الامتحان زي دي، ويقول لك في السؤال استخرج صيغه مبالغه واستعاره مكنيه وتشبيه. طب لا مؤاخذة يا استاذ، هي الحاجات دي موجودة في القطعة؟ طبعا. طيب استبينا، والراجل اللي حاطط الامتحان مش عارف مكان الحاجات دي في القطعة؟ طبعا. طيب ما دام هو اللي حاططها وعارف مكانها، عايز تستخرجها ليه؟ رخامة، عايزك تستخرجها يا رخام. انت مالك؟ انت جاي تتعلم ولا جاي تعدل نظام التعليم ولا جاي تبرق في ليلتك اللي مش معدية دي؟
بقول لك ايه يا عزوز، انا هديك 3 دقايق وهشد الورقه. يلا يا اخوي يلا يلا عشان نبطل نصيع ودماغنا تبقى في حته تانية ونضيع الوقت في الفرجه على الماتشات في القهاوي. يلا اخلص. هات الوقت خلص. لا ما خلص. الوقت خلص يا عزوز. ما خلص. خلص. فعلا لسه ما خلصش، فيه دقيقة أو اتنين. على فكرة يا بهجت باشا، احنا ناس بلدي وعلى سجيتنا انما لما نحب حد نروح عشانه في حديد، نسيح دمنا علشانه. ربنا ما يجيب دم يا معلم، ده كان حديدي بالروسية ده. وانا وعز الجلال الله حبيتك ودخلت قلبي من ساعة ما رجلك خطت الحارة هنا. تعيش يا معلم. طب خد الخبر الحلو ده بقى. فرحني كده قول. عقبال الاموره بنتك بوس ان شاء الله. فتحيه بنتي فرحها الخميس الجاي. الف الف مبروك يا معلم. ربنا يتم بخير. يا رب. وعارف مين اللي هيتجوزها؟ مين؟ حبيبك. وعز الجلال الله ما كنت استعناه بمليم. بس اللي زوده في عينيا قربه منك وعشان عارف انك بتحبه. مين حبيبي ده يا معلم؟ الواد بيومي. بيومي بيومي من لطوف. زين ما اخترت يا معلم. طبعا انت مش محتاج عزومه. معقول؟ ده فرح بنت على ابني. ان شاء الله انت اللي هتشهد على عقد الجواز عشان تزيدني شرف. عناية ليك يا معلم. الله، مش ده الواد النكيب اللي كان بيزورك في المستشفى؟ ده سيف. تعالى يا سيف. لا موظف دي الكلمة، هو بينط لك كتير ليه؟ ما هو اصل هو يبقى ابن اختي. ايه ده، اخو الاستاذ حسن؟ لا ده من اختي التانية، بس انا اللي مربيه. ربنا يديلك على قد الخير اللي بتعمله يا باشا. ازيك يا بهجت باشا؟ كنت عاوزك في الموضوع كده بعد اذنك. الله، ازاي ابن اختك وبيقول لك يا باشا؟ مش بقول لك واد متربي ومؤدب قوي. على اذنك يا معلم. اتفضل اتفضل يا باشا. تعالى اتفضل يا باشا. هنتكلم فين؟ هنتكلم. ما تيجي نقعد في اي حته في القهوه هنا. لا قهوه ايه، انا عايز اخش البيت عشان يبقى الكلام قدامهم كلهم. في ايه يا سيف؟ قاعدين بنتكلم انا والراجل ودخلت علينا قطعتنا كده. بتتكلموا في ايه؟ اصل بيومي من لطوف هيتجوز فتحي وكنا بنوضب للفرح يعني. قلتم على وشي يا بهجت، قلتم على وشي. مش لما اتجوز بنتك الاول تبقى اتجوز فتحية ومن لطوف؟ تعالى بس. أكلتنا النهاردة كلها طاقة وحيوية، عشان كده ما عملتش ملوخية، عملتلكم طبيخ بالفاكهة الطبيعية بالصوص بتاعي اللي شايله في العربية اللي مش هقولكم سره مهما ضغطتوا عليا. هعملكم النهاردة فراخ بالكيوي والفلفل الألوان، هتحسوا ببقكم دايما بطعم لبنان. يزرب عقلك يا شلبي، شربتكوا زبدة يا فرح. وشعرنا كل شيء ملوخية. يلا بينا. طبعا بعد ما حطينا الزيت وسيبنا يسخن. تعال سيف خش. سيف تعال. وبعدين بصل. ازيك يا بوسي؟ معايا يا سيف. اهلا يا حبيبي. ازيك يا طن؟ بص بقى، انا ما بحبش كلمه طنط دي، تقيل على قلبي والله. وانا كمان، انا بس بقولها لك مجامله لحد ما نخلص من الليله اللي مش عاوزه تخلص دي. انت دلوقتي خليتنا نسيب الراجل اللي كنت بتكلم معاه. قلت له عايز في ايه؟ هموت من الجوع. انت داخل مطعم، بص لي هنا يا بهجت. في ايه؟ انتوا بخله ولا ايه؟ ده البيت اللهم صل على النبي فيه اتنين شيفات مجوعين مصر كلها. يلا يا فرح شوفي سيف ياكل ايه. امر يا سيف، والله اعمل لك اللي انت عاوزه. لا انا هاكل من ايد بوسي. ده انت رزل. الصوص بتاعي معايا. انت بتعمل ايه بقى؟ في ايه؟ شوف يا بقى، بص يا عيشه، انا وبوسي غلطنا ولازم نصلح غلطتنا. مين اللي غلط يالا؟ استنى بس يا باجت، قولي له حاجه يا عيشه، انا مش عارف اقول كلمتين على بعض. استنى يا باجت، خليه يتكلم. دلوقتي كده شرعا انا جوز بوسي. جوزها ازاي يالا؟ وانا مش جيت اتقدمت لك وانت وافقت وعيشه وافقت وعملت اجتماع عيله وخدت اكتساح ولبست بدلة وهي لبست فستان وحصل زغاريت وورد وشربات، ايه المشكلة بقى؟ المأذون ما جاش؟ أنا مال أهلي. بقول لك يا بهجت، أنا قاعد هنا مش متحرك لحد ما أتجوز بوسي، عايز تسميها اعتصام مفتوح، عايز تسميه وقفة احتجاجية، سميها زي ما تسميها، أنا مش متحرك من هنا. وأبوك وأمك موقفهم إيه؟ إيه اللي جاب أبويا وأمي دلوقتي؟ ما الموضوع ده قفلناه يا بهجت، بتفتحه تاني ليه؟ اصبر يا سيف، اصبر يا حبيبي. انت عارف الظروف اللي احنا بنمر بيها. مالها الظروف؟ ده الظروف زي الفل اهي. تسلم ايدك.
ده ايه ده؟ فول بالبيض. فول بالبيض. يا سلام، ده لا يمكن يكون فول بالبيض، ده احلى فول بالبيض كلته في حياتي. طب وربنا ما انا ماشي من هنا، ده انتوا كرهتوني في عيشة يا شيخ. كل ما نيجي نتقدم خطوه تحصل لكم مصيبه، مره عيشه غضبانه عند اختها، ومره شلبي طفش من البيت، ده انا بكلم بوسي المره اللي فاتت قالت لي ياسمين ويوسف هيسيبوا البيت وفي مناحه، انتوا ما بتتهدوش ما تهمدوا بقى، في ايه؟ في ايه يا اخي؟ ده انتوا كرهتوني في عيشتي، والمصحف انا باكل اللقمه دي وقلقان، خايف لا يحصل حاجه قبل ما اكمل اللقمه، او ربنا. اتفضل اتفضل. بابا ماما قبضوا على بيبو، خدوه على البوكس. سيف الحمد لله اني لقيتك، ارجوك انت لازم تتصرف، انا ما اعرفش هما خدوه ودوه فين. طب اهدي، هما قبضوا عليه فين؟ قدام اتحاد الكوره. الله يخرب بيت الكوره واللي شفناه من الكوره. مش وقته عيش، مش وقته. خلاص ما تقلقيش يا سعاده، انا هروح اشوف الموضوع ده. استنى يا سيف، انا جاي معاك، هغير هدومي بس. وانا كمان جاي معاكم. ما تخليكي بقى، لا يقبضوا عليك الترخر، انت مش كنت ماشي معاه في المظاهره؟ يقبضوا عليا ما يهمنيش يا بابا، بس انا مش هقدر اسيب بيبو في اللي هو فيه. ثانيه واحده بس اغير هدومي. على فكره انتوا عيله زباله. ايوه حازم باشا، احنا بس كنا عاوزين نعرف هم ودوه على فين عشان قالوا يطمنوا. ايوه يا استاذ عطيه، الواد بوب مسكوه في مظاهره، ولسه لغايه دلوقتي مش عارفين هم ودوه فين. هم مسكوه في الزمالك عند اتحاد الكوره. طيب ماشي، الاستاذ عطيه بيقول لكم نطلع على نقطه الجزيره، اكيد هو هناك. مش شرط يا بهجت، لما بتبقى الاعداد كبيره الاسم ما بيستوعبهاش، فبينقلوهم على السجون لحد ما يطلعوا على النيابه. ايوه يا طارق، هنعمل ايه دلوقتي؟ مين طارق ده؟ ده معانا في الالتراس يا بابا. وطارق ده ما تمثلش ليه؟ لا طبعا مش هنسكت يا طارق، اسمعني، احنا نعمل بيج على الفيسبوك ونعلن عن المليونيه. قدام وزاره الداخليه احنا لازم نعترض على اللي بيحصل معانا ده. مليونيه ايه؟ مليونيه ايه؟ احنا داخلين عشان نطلع الواد وانت تقولوا مليونيه؟ ايوه سامي باشا، النقيب سيف محمد فاروق معاك يا باشا. الامر لله، هو بس كان في واحد اسمه ايهاب حمزه عبد الغفور الشهير ببيبو. لا يا باشا، ده تبع الالتراس اللي هم اتمسكوا قدام اتحاد الكوره، احنا بس كنا عاوزين نعرف هم رحلوه على فين. مش ايهاب لوحده، احنا عايزين نعرف كلهم رحلوهم على فين. خلينا في ايهاب، خلينا في ايهاب، الله يخرب بيتك على بيت ايهاب في يوم واحد. فابو زعبل. فابو زعبل، جوزك فابو زعبل، وانت كمان كان زماننا وراكي دايرين في سجن القناطر. شكلنا ايه قدام اهل الحته الوقت؟ اهل الحته يا باشا، ده اهل الحته كلها مسجلين خطر، يعني العمليه في بيتها ما تقلقش. ما هي دي العداله الاجتماعيه الحقيقيه. ابو زعبل ادخل. صباح الخير يا باشا. صباح النور. النقيب سيف محمد فاروق. اهلا يا سيف باشا. اهلا وسهلا. اهلا يا باشا، اتفضلوا. ربنا يخليك. اسفين على الازعاج يا باشا، احنا بس كنا بنسال على واحد من العيال بتوع الالتراس اللي اتمسكوا، احنا عرفنا انهم ترحلوا على هنا. اسمه ايه؟ اسمه ايهاب حمزه عبد الغفور الشهير بديبو. ايوه عندي يا سيف. طب ممكن نشوف حضرتك ونطمن عليه؟ ايوه بس حضرتك عارف ان الزيارات في السجن محدده وبينظمها القانون، انما انا خليك تشوفه علشان خاطر سيف بيه. ربنا يخليك يا باشا، بس ارجوك خمس دقايق ولوحدك. متشكرين جدا يا باشا. تمام يا فندم. هات لي ايهاب عبد الغفور بتاع الالتراس. تحت امرك يا باشا. مش ده عشماوي اللي بيموت الناس اللي... طب انا هستناك تحت انا وسعاد. متشكرين يا باشا، واسف على الازعاج مره تانية. فرصه سعيده يا سيف بيه. انا اسعد، ربنا يخليك. اتفضلوا. يلا سعاد. احنا اسفين حضرتك، احنا بنزعج سيادتك. ايه شغلانه كلها ازعاج وتعب قلب؟ دول كانوا واقفين قدام السجن عاملين هالليله وعمالين يشتمونا. مين دول يا فندم؟ شباب الالتراس. كانوا عايزين ايه؟ عايزين يخرجوا اصحابهم من السجن. ليه البلد دي؟ هو اي واحد عايز يخرج حد من السجن يلم له شويه ناس ويروح يطلعهم؟ والله احنا بندوق المر كل يوم يا بهجت بيه. طب هنعمل ايه؟ هم بس هم اولادنا برضو. هو ايهاب ده يبقى لك ايه يا بهجت بيه؟ جوز بنتي. الله يكون في عونك وفي عونها. لا ما هي كمان التراس. ادخل. بهجت، ايه اللي جابك بس؟
ما تقلقش عليا انا زي الفل. بجد بتكلم حماك عادل يالا. وانت مالك انت؟ هو حماك انت ولا حماي انا؟ اما انت عيل قليل ادب صحيح. انت ما تقوليش عيل ادب. بس انا بص خلاص 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 انت تقفل بقك وتتكتب خالص. انا بقولك اهو ده بيقول لك يا بهجت حته عيل زي ده يقول لي راجل كبير محترم باسمه كده. لا اصل انا معوده على كده. انا اصلا عندي في البيت لاغي الالقاب والرتب والحاجات دي بس انا مربيهم صح الحقيقه يعني. طب يا بهجت بيه خمس زي اعمل معروف. اتفضل اتفضل يا فندم. متشكرين جدا. اتفضل حضرتك. اقعد. عجبك اللي انت فيه ده يا بوب؟ عجبك الشعطاطة اللي احنا فيها بسببك؟ تمد ايدك على عسكري وتضربه؟ ذنبه ايه عسكري غلبان وواقف بيأدي الخدمة بتاعته وبينفذ الأوامر؟ يا بهجت كانوا نازلين فينا ضرب هو اللي معاه. ده مد ايده على سعاد يا بهجت، كنت عايز نسيبه؟ أنت ايه اللي وداكوا أساسا؟ كنا ماشيين في المظاهرة يا بهجت. مظاهرة سلمية مش كده؟ والله في الأول كانت سلمية. ما كل حاجة في البلد دلوقتي بتبتدي في الأول سلمية لغاية ما توصل لخراب ودمار وضرب وقلة أدب. يا بهجت أنت عارف إن دي هوايتي أنا وسعاد وعارف قد إيه إحنا بنحبها. اللي بيحب حاجة على الأقل يستمتع بيها. أنتوا بتروحوا الإستاد بتدوا ظهركوا للملعب ونازلين صريخ وزعيق وهبت. الرياضة شيء جميل شيء حلو بتخلي الإنسان يحب الحياة ويستحولوها لدمار وخراب. يا بهجت احنا عمرنا ما رحنا الاستاد واحنا ناويين على الاذيه. العسكري اللي انت ضربته دراعه اتكسر ووشه باص. انا لسه جاي من عنده من المستشفى وامه كانت موجوده هناك جايه من اخر الصعيد ملهوفه على ابنها اللي ملهاش غيره وطلع اهلاوي زيك. وتعرض على النيابه امبارح وخد 15 يوم. ولا يهمك يا باشا السجن للرجاله. هو اترحل فين؟ ودوه سجن ابو زعبل. بس بس صدق الواد ده ابن حلال وامه دعياله. عشان راح ابو زعبل. دي منطقتي يا باشا. انا اصل حبايبي اللي جوه السجن اكتر من اللي بره السجن. اعتبره تروق. تروق ازاي؟ سيبني انا بقى اتصرف. انا بقى ما كانش الاستاذ ايهاب ده يقضي احلى ايام حياته في ابو زعبل ما بقاش انا راجل قد كلمتي. وهوريك اهو ثانيه واحده. افضل ايام حياته. امال ايه؟ الو حصول سلامه. ازيك يا سلامه؟ انت ايه مش مسجل نمرتي ولا ايه؟ انا المعلم عبده الاسد. انت كمان وحشنا اكتر والله. بقول لك يا سلامه في شاب عندنا من المنطقة كده جالكم امبارح اسمه إيهاب. إيهاب إيه؟ عبد الغفور. يا أبو عبد الغفور بقول لك يا سلامة أنا عايزك تعتبره زي عزوز ابني بالظبط. أنا عارف إنك قداوي دول. يلا السلامة يا سلامة. بعرف السلامة. بس يا سيدي حط في بطنك بطيخة صيفي. يا سعاد ايه رايح على فين كده؟ رايح على إيهاب عشان اودي له اكل. طب ما تستنى حد اللي مجوز اخواتك يجي يوديك. مش مستاهله يا بابا انا بقيت عارفه السكه في ميكروباص من العتبه بودي لحد السكه. الا انت بتعرفي الميكروباصات كمان يا سعاد؟ ادي عزوز. ها بابا مع اختك سعاد توصلها لحد ابو زعبل تخلص الزياره وتجيبها وتيجي. من عينيا يا بابا. كل اللي يؤمر بيه عم بهجت ماشي. يلا بينا يا ست الكل وان شاء الله ربنا يفك حبسه. يا سبحان الله يا سبحان الله على الدنيا. قلابه عامله زي الساقيه. او تعرفي حضرتك الاستاذ ايهاب جوزك اول ما دخل الحاره حصلت خناقه مسكني راح ناتفني رصيه كرهته كومني في الارض اقل مني قدام الناس. ما كنتش هطيقه صراحه يعني بس تلف الايام نبقى اعز اصحاب واكتر من الاخوات. وربنا وربنا من ساعه ما خدوه وانا ماليه مزاج اتفرج على اي انتشر. انت جدع وابن بلد يا عزوز. الله يخليكي.
انا يمكن اكون راجل شعبي يعني ولا مؤاخذه وتعليمي على قدي وما بعرفش اتكلم زيكم وارد يعني، بس معزتكم في قلبي ملهاش مثيل وبالذات بوسيه. نعم؟ لا مفيش حاجه. متشكرين يا عزوز. اه تعرفي حضرتك وربنا يعني ومالك عليا يمين يعني، وتسالي البوب بنفسك هو عارف الموضوع ده. اول ما دخلت عندنا الحاره وقعدت في وسطينا وانا بطلت كل حاجه، حشيش وخمره وبيره وكل حاجه يعني، الحمد لله يعني بطلتها من نفسي عشان خاطر بوسي. ان شاء الله يعني ربنا يهديك كمان وكمان ان شاء الله. السيعه سهله، السيعه سهله جامد، انما الادب، الادب هو اللي صعب بصراحه كده. انا يعني ناوي اكمل تعليم. هو انت اتعلمت لغايه فين اصلا؟ لحد اول الشارع. نعم. صايت اعداديه، صايت اعداديه، بس ان شاء الله يعني داخل امتحانات المنازل السنه دي ان شاء الله، والاستاذ حسن بيديني دروس بس في الكتيمي كده. يلا ربنا يوفقك يا عزوز. وربنا منورانا. اركن اجيب لك حاجه ساعه؟ لا متشكره. شكرا. مش عايز سندوتشات؟ متشكره. ماشي. اسمع يا بهجت بيه، عدم المؤاخذه في السؤال يعني، انت هتموت ولا مش هتموت؟ ليه يا معلم كده؟ ده حتى يبقى فعل وحش. هو اكيد هموت يعني. طب وانا؟ والله بالنسبه لك مش عارف العائله بتاعتك دي بتموت ولا لا. كلنا هنموت يا باشا، ما حدش هيخلد فيها. ونعم بالله. ما انت عايش ليه؟ ايه؟ عايش ليه؟ عايش عشان اموت. لا بعد الشر عليك، بعد عمر طويل. انت عايش عشان تربي عيالك وتشوف عيال عيالك كده قدامك وتفرح بيهم. مظبوط يا معلم. يبقى من هنا وطالع تعتبرنا اخوك شقيقك، ولو عوزت لبن العصفور مش تطلبه مني، لا لا لا، تأمرني امر. ربنا يقدرني على رد جمالك يا معلم. والنبي يا باشا، والنبي عشان خاطري تبطل الاهانات دي بقى. اهانات ايه بس؟ ما مش معقول كلامك عامل زي الكرابيك بينزل على جتتي يقطعها. بعدين جمايل ايه ومجاملات ايه يا باشا؟ وانا يعني كل ما احاول اقرب منك تبعد عني. تقرب مني؟ انت عايز مني ايه بالظبط يا معلم؟ انا ابتديت اقلق بصراحه. انا هجبالك حته واحده. هات ايدك، هات ايدك، ما تخافش. مفيش داعي للرومانسية دي يا معلم، مش وقت يعني. اقرا الفاتحة معايا. اقرا الفاتحة بمناسبة ايه؟ استغفر الله العظيم، الفاتحة بتاعت ربنا. توكل على الله، توكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. عارف الفاتحة دي فاتحة مين؟ لا ما اعرفش يا معلم، وانا اعرف منين؟ دي بقى فاتحة الأنسة بوسي بنتك على عزوز ابني. انت بتقول ايه يا معلم؟ ومين قالك اللي انا موافق؟ الله، ما تقفش ليه يا باشا؟ هو عزوز عدم المؤاخذة ناقصه حاجة؟ في عيب؟ ناقص ايد ولا رجل؟ ده راجل ماله هدومه وكسيب وصاحب عملاك كمان. المسألة مش مسألة فلوس يا معلم، بوسي مخطوبة. مخطوبة؟ مخطوبة لمين يا باشا؟ مخطوبة للظابط السيف. ابن أختك؟ اه ابن أختي، أصلهم مقريين فتحتهم من وهم صغيرين. ازاي يا باشا تأمن على بنتك مع ظابط من الداخلية؟ لا ما الداخلية اتغيرت خلاص. يمين بالله انت عكلنت عليا، عكلنت عليا يا باشا. لا حول ولا قوة إلا بالله، ده الواد قايم نايم يحلم بيها. كل شيء نصيب يا معلم. لا يا باشا، أنا مش هستلم الكلمة دي منك. بعدين أنا عارف إنك ما يخلصكش زعلي ولا قهرة الواد. وبعدين قراية الفاتحة دي وهم عيال صغيرة دي بطلت يا باشا، بقت موضة قديمة. شاور نفسك، شاور الهانم، وشاور العروسة الصغيرة، ونتكلم بعدين. بس أنا عايز أقول لك كلمة تحطها حلقة في ودنك. المعلم عبده الأسد من يوم ما ربنا خلقه ما مدش إيده على حاجة وما خدهاش ولا الحاجة للباشا. ياض أمرك يا سيد المعلمين. إيه؟ وبيهددني ولا ايه؟ ما تغيرش ياض الحجر. لا بقى باشا المعلم، مدام قمر احنا هنا ما نقدرش نخالف الاوامر. على النعمه من نعمه ربي ما نشربه. ايه؟ بيهددني؟ ليه يعني؟
حاجة يا وكيلة؟ ممكن أتكلم معاك شوية؟ خير في إيه؟ سيف، ما تجيبيليش سيرته، إحنا اتفقنا ننساه خالص، مش عايز أسمع اسمه مرة تانية. المسألة خطيرة يا فاروق ولازم تسمعني. خير، إيه اللي حصل بالظبط؟ أنا كنت براقب سيف الفترة اللي فاتت وبتجيلي تقارير يومية. بأي حق تراقبيه وجيدة؟ أمه يا فاروق، ومش هشوف ابني بيضيع قدام عينيا واقفة اتفرج. طب قولي لي إيه الجديد؟ التحريات بتقول إنه بيتردد على منطقة عشوائية بعد الوراق اسمها أبو طناش، كل يوم بيخلص شغله في القسم ويطلع على هناك، ما يرجعش غير نص الليل. جايز يكون بيشتغل، عنده مأمورية. انت ناسي ان ابنك ضابط مباحث ولا ايه؟ لا، لاني انا اللي عملت التحريات وعرفت انه لسه بيروح لهم. يروح لمين يعني؟ للي اسمه بهجة ابو الخير اللي كان عايز يتجوز بنته. وهم بيعملوا ايه في ابو طناش؟ بعد ما اطردوا من الفيلا راحوا عاشوا هناك. عندهم بيت هناك يعني؟ الظاهر كده. مفيش مشكلة، خليه يشربهم ويشربوه، دي عيلة عشوائية، هو رخر عشوائي، ده المكان الوحيد اللي ممكن يعيش فيه. فاروق، أنا خايفة على سيف. أول مرة أسمع منك الكلمة دي يا وجيدة. احنا عمرنا ما خفنا ولا ايدينا كانت مرتعشه. ما كانش في ناس كتير تعرف ان ابن وزير الداخليه ابنك دلوقتي بقى هدف لاي متواطئ او مجرم او اي حد عايز يستهدفك انت شخصيا. انت لازم تعين له حراسه يا فاروق. معقول الكلام ده؟ عايزين عين حراسه تمشي وراه في كل حته عشان يروح للبنت دي وعيلتها المنفلته. ما نسيبه لما حد يطلع عليه يضربه بالنار ويخلص عليه؟ ده ابننا، ابننا يا فاروق. تعرف يا وجيدة أحسن مكان لابنك ده فين؟ في السجن، عشان نطمن عليه ونفوق بقى شغلنا. لا 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 لا، بسم الله ما شاء الله، أنا تعبي ما راحش على الفاضي، في تقدم واضح. شفت لما بطلت تبرق وتركز في الكلام اللي بقوله لك بقيت كويس إزاي؟ ما أنت الخير والبركة برضه، ما أنت أستاذنا برضه. أنا بقى النهاردة واحتفالا بيك مش هديك درس جديد عشان ما لخبطكش، انا هديك كتاب تقراه، كتاب ممتع جدا ومسلي وهيثري حصيلتك اللغويه. انا هديك قصه تقراها وعاوزك تلخصها لي في 4 صفحات من القطع المتوسط. قصه ايه يا استاذ؟ عنتر وعبله. لا، ما انا شفت الفيلم ده في التلفزيون قبل كده. انسى اللي انت شفته في التلفزيون، عنتر كان منتج الفيلم اللي هو الاستاذ فريد شوقي، وكان مطلع شيبوب اهبل ومتخلف عقليا، ودي عاري تماما عن الحقيقه. اقرأ قصة عزوز هتنبسط جدا وهتحس بإحساس مختلف، وأنصحك وانت بتقرأ القصة دي تحط نفسك مكان عنتر. هقول لك سر بينا، طول عمري وحاسس ان انا عنتر. قلنا ننسى الفيلم، وبعدين عنتر ده كان فارس وانت بلطجي وشتال الفارق. بقول لك ايه يا عزوز، اوعى تفتكر ان عنتر ده واحد جدتي راكب حصان وعمال يلوش في خلق الله شمال ويمين. لا، ده فارس، فارس نبيل، حب واحدة من طبقة اعلى منه عشان كده معرفش يطولها رغم انه قوي وشجاع وشهم. يا عزوز، انت رجعت تبرق ليه تاني؟ اصلي اصلي القصه دي اساس بتفكر يعني قصه؟ هي اسمها القصه؟ هو انت خريج يوسيه انت كمان؟ ايه حكايه القاف اللي تعبت 3/4 البلد دي؟ لو مختلفين عليه يلغوها ويخلصونا. ايه موضوع الكيف ده؟ خلينا في القصه، ايه اللي لفت نظرك في الزفت القصه؟ اللي لفت نظري إن قصة عنتر دي هي هي قصة حياتي. قصة حياتك؟ ومين عبلة بقى يا عنتر؟ لا، أنا مش هقدر أقول لك صراحة يعني. عيب يا عزوز، ده أنا المدرس بتاعك، أنت هتخبى علي، قول. عبلة بتاعتي أقرب واحدة بالنسبة لك.
سنتك سودة يا عزوز. انت بتحب عواطف مراتي يا لا؟ بتحب عواطف مراتي يا عجل؟ استنى يا احمد. عمري فن كنت عايز تقول لي حاجه ومتردد، بتفكر تقولها ولا ما تقولهاش؟ دي الحقيقه يا فندم، بس ما عليك عرفت ازاي؟ سرعه خروجك من المكتب بعد ما مضيت البوسطه متغيره عن كل يوم، بقت ابطا. ده معناه انك بتفكر في حاجه وبتشاور عقلك، تقولها لي ولا ما تقولش؟ الحقيقه يا فندم، هو في موضوع كده معرفش اذا كان من حقي اتكلم فيه ولا لا، وفي نفس الوقت اخاف سعادتك تسمعه من بره وتعاتبني ان انا ما بلغتش حضرتك. بخصوص ايه؟ بخصوص سيف بيه يا فندم. ماله سيف؟ طبعا يا فندم سيادتك عارف الولد المشاغب بتاع الالترس ايهاب يا فندم، الكبو بتاعه ده، حضرتك اللي مسكناه في المظاهرات اللي كانت قدام اتحاد الكوره والنيابه اديت له 15 يوم. ايوه عارف. ايه علاقه سيف بالموضوع ده؟ النقيب سيف يا فندم بيكلم الضباط كلهم وبيوصي عليه، وطبعا يا فندم الضباط عارفين انه يبقى ابن معاليك، وبالتالي محدش بيرد له طلب. وايه نوع الطلبات اللي بيطلبها؟ فاتحين له الزياره كل يوم يا فندم، واكل داخل واكل خارج، مدخلين له موبايل وايباد وانترنت يا فندم، دول عملوا له اشتراك في الواي فاي كمان. ده في السجون عندنا؟ ايوه فندم. ده يبقى استغلال نفوذ، دي جريمة يعاقب عليها قانون. اعمل لي لستة بأسماء الضباط اللي ساعدوه وسمعوا كلامه، وكلهم يدوروا مكتبه ويجوا لي. حاضر يا فندم. أما بالنسبة لسيف بقى، يوقف عن العمل ويحاول لشؤون الضباط للتحقيق وللنظر في صلاحيته للعمل كضابط. تمام يا فندم. استغفر الله العظيم. تفضل. بقى يا سيف شويه، احنا رايحين عزا ولا رايحين نتفسح؟ سيبيني يا بوسي، سيبيني في اللي انا فيه، انا لا بتاع فسح ولا بتاع مراكب، انا بتاع جواز. انا شكلي كده ابتدي اصدق في السحر والاعمال والحاجات دي. يا باشا لازم تصدق يا باشا، يا باشا الحاجات دي مذكوره في كتاب ربنا. بص يا باشا، لو في حاجه كده ولا كده انا عندي اللي يفكها لك. راجل مبروك قوي اسمه الشيخ سلامه، اللي هياخد منك لا ابيض ولا اسود. طب ما تلحقني من الشيخ سلامه ده يا عوض. شيخ سلامه مين يا سيف؟ انت بتهزر؟ استني بس يا بوسي ونشوف اي مخرج من المصيبه اللي احنا فيها دي. انا احكي لك قصتي يا باشا. انا اول ما اتجوزت وفي يوم دخلتي لقيت لك الولايه وراحت مصوته ورقعه بالصوت وقعدت تقول ارد ارد. المهم يا باشا راحت واقعه مغمى عليها، قلت لا ده اكيد معمول لها عمل. وايه العمل في كده؟ مش فاهم يعني. الولايه بتعبر عن اللي هي شايفاه. لا انت مراتك زي الفل، مفيش حاجه يا باشا. الملف السعدي يا باشا. المهم يا باشا، ما انا عايز اقول لحضرتك يعني ان دي ما كانتش اول جوازه، دي كانت التالتة. انت متجوز ثلاث مرات يا عوض؟ يا باشا انت بتحسدني ولا ايه يا باشا؟ اه طبعا. ايوه يا باشا متجوز ثلاث مرات. وقاعدين فين؟ ده انا مسكنهم احسن سكنه يا باشا، مسكنهم عني هنا في المركب. عوض اتجوز ثلاث مرات، شوفي لما تبقى سهله ومتسلكه ولا الجن الازرق يقدر يقف قدامك، بس لما بتنحس بتنحس. يا باشا ان شاء الله مفيش لا نحس ولا حاجه، بص عليكوا على الشيخ سلامه بس. ويا ترى الشيخ سلامه ده هيخلي ابوك ومامتك يوافقوا؟ جايز. انت مش شايفه بيقول لك مراته كانت شايفاه قرد؟ اكيد بعد ما راح للشيخ سلامه شافته عمر الشريف. بقول لك ايه يا عوض؟ ايوه ماشي. ما تحل عني، انا حاسس ان انا خارج اتفسح معاك انت، وانا في كل خرابه يطلع لي عفريت؟ حاضر. تضحكي على ايه انت كمان؟ لا اصل سرحت كده وقلت لو رحنا للشيخ سلامه ده واداك حجاب وحطيته تحت مخده ابوك. تاني يوم صحي والحجاب ده اشتغل. جه يطلب لي بنفسه من ابويا. يا لا احنا كمان لازم يخليه يعمل حجاب لبهجت. وان شاء الله. أو يخف عنه المصايب اللي نازلة كل شوية على نفوخه دي. بص يا بوسي، أنا كراجل مباحث ولاية نظرة، تحليل العلمي للي بيحصل لنا ده إن أنا وأنت متعرضين لمؤامرة. مؤامرة؟ آه. من مين؟ مؤامرة كونية. ممكن يكون الموساد ورا المؤامرة دي بمساعدة أمريكا وتركيا، وغالباً في طرف ثالث في الموضوع هو السبب في اللي إحنا فيه ده. أنا عن نفسي شاكك في قطر. هطل بقى. ايوه يا بهجة. ايوه يا سيف.
احنا لسه مخلصين الاجتماع دلوقتي وقررنا بالاجماع ان كاتب كتابك على بوسعه هيبقى يوم الخميس. الخميس اللي جاي اللي هو بكره؟ بكره ايه؟ الخميس اللي بعديه. انا بقول لك بقى عشان تعمل حساب. وحياة امك يا بهجت؟ ما يعني ما طبعا الله يرحمها. يعني خلاص قررت ان انا افرح على بوسي الخميس اللي جاي. وحياة امك؟ طب يعني بقول لك يا بهجت وكتاب اللي انا الفرحه مش سيعاني اكيد اقم. لا مأذون مأذون لا هاتوا انتوا المأذون. انا مش هعمل حاجه يا بهجت عشان ما تبص. انا اعتبرني ختم في اصبعك. تعالى يا سيف سيف هيجي. اتنيل يا سيف سيف هيتنيل. الله يكرمك ما تديني بوسه ادلع فيها كده شويه. الو الو ايه البتاع ده؟ هتجوز؟ هتجوز ازاي؟ انا رايح فين؟ مبروك يا عروسه. اخيرا يا بوسه اخيرا. ده الواحد كان هيتفرتك. بتموتي فيا؟ ده انا روحي في اللي جابوك. ده انا بحبك قوي يا بوسه. ماشي يا حبيبتي ماشي انا هخلص واجيلك على طول. يلا سلام. ياه هتتجوز ياض يا سيف ولا ايه؟ الخميس؟ يا ولاد بلدنا يوم الخميس هكتب كتابي وابقى عريس والدعوة عامة وهتبقى لمة واكتب كتابي بال ماشي. عملت ايه يا سيف؟ انا لسه ما عملتش اي حاجة. في اشارة جاية من الوزارة بوقفك عن العمل وتحويلك للتحقيق ولازم تقدم نفسك دلوقتي لشؤون الضباط في الوزارة. ليه يا فندم انا عملت ايه؟ ده انا ماشي بما يرضي الله وسعادتك عارف. اكيد في حاجة ملهاش علاقة بالاسم هنا. يبقى شوف انت بقى. يا باشا ده انا كنت جاي لسعادتك دلوقتي اطلب اجازه جواز. ده انا كاتب كتابي الخميس اللي جاي. اجازه ايه يا حضره الضابط؟ مش تشوف المصيبه اللي انت واقع فيها دي هتطلع منها ازاي؟ بقول لك ايه يا بهجت؟ انا ليه عندك طلب بس مش عايزاك تكسفني. طلب ايه؟ ما انت اللي ماسك الميزانيه والفلوس كلها في ايدك. ده انا باخد منك مصروف القهوه. اوعي تقولي لي كمان ما اقعدش على القهوه. انا مش ناقص تقشف اكتر من كده. ده هم حجرين اللي انا بشربه. قهوه ايه وحجرين ايه؟ انا نفسي يعني بعد ما نجوز بوسي انا وانت نروح نعمل عمره. حاضر بس لما الظروف تتحسن شويه وفلوس التامين تيجي اخدك ونعمل عمره على طول. لا انا مش عايزه استنى فلوس التامين. انا عايزه نروح في اقرب فرصه. وليه الاستعجال ده طيب؟ واحنا عملنا كذا عمره قبل كده. اصل حلمت امبارح ان انا وانت هناك وبنطوف حوالين الكعبه وطايرين من على الارض طير. هو الحاج ماضي كلمك قريب؟ اصله كان كلمني في الحكايه دي برضه. حاج ماضي ايه يا بهجت؟ انا اللي مشتاقه بعد ما ربنا سترها معانا الستر ده كله عايزه اروح اصلي واشكر ربنا على النعمه اللي احنا فيها دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين دي؟ ايه يا بابا؟ أنا سعاد. ولابسة كده ليه يا سعاد؟ أنت اتحجبتي؟ أيوه يا بابا. أنا كان بقالي فترة مترددة في الحكاية دي. إنما النهاردة قمت واتخذت القرار. حسيت إني عايزة ألبسه. وإزاي تتحجبي من غير ما تقولي لي؟ يا ماما هو أنا عملت حاجة غلط؟ أقولك ليه يعني؟ أنا ما قلتش إنك عملتي حاجة غلط يا سعاد، بس أنت عارفة إن كل حاجة بنناقشها مع بعض، ودي أول مرة تعملي حاجة من نفسك كده من غير ما تقولي لنا. لأن الموضوع ده مش محتاج مناقشة يا ماما، دي علاقة بيني وبين ربنا، محدش له دعوة بيها. سيبيها يا عائشة، سعاد حر في اللي هي بتعمله، سعاد ما بقتش صغيرة. وأنت رايحة فين كده على الصبح؟ رايحة لبيبو السجن، واخدة له أكل وأديه له. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شفت البت يا بهجت؟ ايه مالها؟ عايزه تتحجب ما تتحجب كده اهو من غير ما تقول حاجه لامها. عايزاها يعني تقدم لك طلب على ورقه دمغه؟ مش فاهم. ده قرار شخصي وده ما هي مقتنعه بيه خلاص. وبعدين انا عايز افهم بقى، انت بقالك ساعه بتلحى عليا عايزه تطلعي عمر، ولما بنتك تتحجب تزعلي؟ We'll be right back.